والاباء الاساقفه الاجلاء مياه الانبا ديمتريوس، اللي الحقيقه الواحد من ضمن القلائل اللي في مصر اللي لا يزالوا يحافظوا على اللغه القبطيه كلاما صلاه لغه، حتى داخل البيت بتاعه يعني كاسره، وطبعا في الكنائس بتاعه هو بيتكلم لغه قبطيه بطلاقه. حضرتك تعرفوا اللغه القبطيه دي هي الجسر اللي بين اللغه الفرعونيه الهيروغليفيه اتطورت بقت ديموتيقيه، دخل اليوناني عليها فحصل تزاوج بين اليوناني والهيروغليفي بقت اللغه القبطيه. لكن احنا كمان صعبا النهارده نياخد الانبا ديمتريوس هيقول كلمه باللغه القبطيه وهيترجمها. معانا كمان نياخد الانبا ايفانيوس اسقف دير المؤار، دير عريق اللي يعتبر مناره كمان في مصر. اهلا بيكم حضراتكم كلكم. الحضور هو لوحه كبيره لمصر، وده الهدف من النهارده. النهارده هدفنا اننا نسلط الضوء على ان مصر هي مصر الفرعونيه القبطيه الاسلاميه، مصر هي الادباء المفكرين، مصر هي المفكرين والمثقفين، مصر كمان هي الوزراء والسفراء، كل من على هذه الارض هو مصري سواء بالمولد او بالعرق او بالمعيشه المواطنه. احنا سعداء بحضراتكم كلكم. احنا بيشرفنا النهارده كم كبير من الاسماء اللي بتشكل حاضر مصر، وان كنا النهارده بنتكلم عن تاريخ مصر لكن حضراتكم هم حاضر مصر، وان شاء الله تبقوا كمان مستقبل مصر. احنا بيشرفنا سيادة سفير انجلترا سيادة سفير جيمس وات. بيشرفنا كمان السيد وزير الثقافة السيد الدكتور سعد العرب. احنا بيشرفنا مندوبا عن سيادة الفريق الأول صبحي صبحي وزير الدفاع سيادة اللواء عفت أديب. احنا بنشرف بيكم. بيشرفنا كمان، والحقيقة هي ما بقتش بقى يعني ضيفة لأنها بتشرفنا دايما، السيدة العظيمة جدا وزيرة الإعلام دكتورة دوريا شرف الدين. وسعداء جدا بالرجل النشيط اللي دايما يعني كده رافع راسنا في القاهرة، لأنه دايما بيخلي صورة القاهرة مشرقة، السيد المحافظ الدكتور جلال السعيد. اهلا بحضرتك. بيشرفنا كمان مثقفين وفنانين وشعراء وادباء، لكن بيشرفنا على وجه الخصوص وانا بعتز بصداقته على مستوى شخصي الاستاذ الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفيه. وبيشرفنا كمان على وجه الخصوص واحنا سعداء بيه الاستاذ محمد الاستاذ عبد الجواد الاستاذ محمد عبد الهادي رئيس تحرير الاهرام. احنا سعداء بيه حضرته جدا. بيشرفنا كمان الاستاذ مصطفى امين الامين العام للاثار. احنا سعداء لانه هو الحقيقه قلبه على كل اثار مصر واحنا بنشهد بده. بيشرفنا كمان الاستاذ عصام عبد الجواد نائب رئيس تحرير روزر يوسف، والاستاذه هاله البدر رئيس التحرير مجله الاذاعه والتلفزيون. بيشرفنا الدكتوره مريم نبيل سفير الامم المتحده للنوايا الحسنه. بيشرفنا الشيخ علاء ابو العزايم، هو بيشرفنا دايما، اهلا بيه. بيشرفنا استاذ الدكتور مصطفى الفقي وده بيته يعني. بيشرفنا الاستاذ النائب حمد الفخراني. الاستاذ
النائب محمد ابو خان. بالمناسبه هو جه قال لي معاه ربع ساعه، يعني وده شيء يعني احنا سعداء بيه ان هو شاركنا التنظيم نفسه. بيشرفنا الاستاذه فاطمه نعوض، وهي برضه من مدرسه جديده عندنا. واضح انها ليها شعبيه كبيره. بيشرفنا الاستاذ جمال الشاعر، اهلا بيك. بيشرفنا الفنان هاني رمزي. بيشرفنا السيناريست كرم النجار. بيشرفنا الاستاذ محمود العلي. بتشرفنا الفنانه وفاء عامر. بيشرفونا كل هيئه الاثار طبعا، يعني لانهم اصحاب بيت، فانا مش هعرف اقول بقى اسماء لان ده بيتهم. يعني احنا سعداء بحضرتكم على وجه خاص وعلى وجه عام، واحنا ايماننا ان السيد المسيح في السماء وهو بينظر دلوقتي يتذكر ان المكان ده عاش فيه وهو طفل صغير. فتخيلوا انه هو بيتذكر المكان ده الان يرانا ايضا، واحنا بنقدم له كل تحيه وتقدير واحترام لانه بارك ربنا. بيشرفنا كمان الاستاذ منير غبور رجل اعمال اللي احنا بنعتزم. شرفنا الاستاذ ماجد جورج نائب عن الاستاذ سامع عاشور نقيب المحامين. وبيشرفونا نائبي سياده المحافظ. شرفنا العميد شعبان عن الامن الوطني. اهلا بحضرتك. خرج يوسف الشيخ من أرض فلسطين كما أمره الملاك، وخرجت معه السيدة العذراء راكبة على حمار تحمل على ذراعيها بالطبع الطفل يسوع. وقد أجمعت كل التقاليد الشرقية والغربية على أن مريم العذراء ركبت حمارا وسار بجوارها الشيخ يوسف النجار. لم تكن رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر بالأمر الهين، فقد كانت رحلة شاقة ومليئة بالألام والأتعاب. سارت خلالها السيدة العذراء حاملة الطفل يسوع، ومعها يوسف البار، عبر برية قاسية، عابرة الصحاري والهضاب والوديان، ومتنقلة من مكان إلى مكان. كانت هناك مخاطر كثيرة تجابهها، فهناك الوحوش الضارية التي كانت تهدد حياتهم في البراري وخلال السير في الصحراء، حيث كانت عادة المسافرين أن يسافروا جماعات لأنه بدون توفير حماية جماعية منظمة يكون أمل النجاة ضعيفا. السيدات والسادة، نستمع الآن إلى كلمة نيافة الحبر الجليل الأنبا يوليوس النائب البابوي وأسقف مصر القديمة، فليتفضل. أرحب بكم أحبائي جميعا في هذا اليوم المبارك، يوم عيد دخول العائلة المقدسة سيد المسيح إلى أرض مصر، وهو يوافق الأول من يونيو وفي القبط 24 بشمس. دخول السيد المسيح إلى أرض مصر كان هربا من وجه هيرودس في ذاك الوقت، وهيرودس كان يريد أن يقتل السيد المسيح كطفل لأنه خاف على مملكته لما علم أن الذي ولد هو ملك الملوك. وهروب
السيد المسيح من وجه هيرودس ليس خوفا لكنه هروبا من الشر. فقد أتى السيد المسيح إلى مصر ليواجه فيها بعض الحضارات الغريبة عن الحضارة المصرية، فقد اختلط في ذاك الوقت الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية مع الحضارة المصرية الأصيلة التي كانت تؤمن بالتوحيد. فكان يوجد في ذاك الوقت بعض القوم الذين يعبدون الأوثان. أينما وجد السيد المسيح كانت تتحطم تلك الأوثان مباشرة، ويمكن هذا السبب هو التسبب في أن السيد المسيح والسيدة العذراء ويوسف النجار مكثوا في هذه المغارة مدة ليست طويلة، لأن الأوثان في المنطقة تحطمت، وحاكم الفسطاط في ذاك الوقت أراد أن ينال منه تؤدي من فلسطين إلى مصر، لكن العائلة المقدسة سلكت طريقا آخر. رابعا، عرفناه من البابا سوفيروس البطريرك 26. قطع السيد المسيح ووالدته ويوسف النجار 1033 كيلو متر من فلسطين إلى دير المحرق بأسيوط، آخر نقطة وصلت لها العائلة المقدسة. قطعوا كل هذه المسافة يباركون أينما مضوا تلك الأرض. قال أشعياء النبي في العهد القديم يا أحبائي في إصحاح 19: خوذا الرب آتي إلى مصر على سحابة خفيفة، فترتجف أوزان مصر وتتحطم، ويعرف المصريون الرب، يعرف المصريون الرب. فمصر الآن يا أحبائي كلها تعرف الرب. وبعد ذلك يقول: ويقدمون ذبائح، يقدمون ذبيحة. في مصر لا يقدم الصلاة للرب، فمنذ ذاك الوقت عرف المصريون الرب ويقدمون الذبائح. وليس هذا فقط، بل ينذرون نذورا ويوفونها، والنذور ينذرونها الجميع ويوفونها بتعامل الرب معهم وعطفه على كل البشر. يا احبائي، ان عيد دخول السيد المسيح الى ارض مصر عيد لكل المصريين وفرح لكل انسان يعيش في هذا الوطن. ونحن بوجود حضراتكم جميعا وتشريفكم نرى ان مصر جسدا واحدا، كل انسان فينا هو عضو في هذا الجسد، ويجب ان يكون يسري فيه الدم، يسري فيه الحب، يسري فيه تلك المياه الحيه من نهر النيل. اننا يا احبائي كل يقوم بدوره، ولهذا نحترم بعضنا ادوار بعض. اشكر كل واحد منكم حضر بيننا في هذا اليوم. حقيقي بتشريفكم هنا اثبتتم اننا فعلا جسد واحد. اشكر محبتكم العظيمه، وارجو ان نلتقي دائما في هذا اليوم من كل سنه، انه عيد مصري وطني، انه عيد دخول السيد المسيح الى ارض مصر وباركها. له كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.